إذن باسمك اللهم نبدأ، على بركته نتوكل، منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون، أيها المستمعون الأفاضل الكرام، أرحب بحضراتكم من جديد مع تواصل انطلاقاتنا في هذه الفترة الصباحية، والمسيرة تسير والأسماء مندفعة والشعارات متواصلة هنا في رحلة البحث عن الناموس والانطلاق من عاصمة الميادين من أبوظبي هنا الوثبة، وأنطلق بانطلاقة هذا الشوط والشوط الحادي عشر الذي يحمل في طياته الزمول المحليات والثمانية كيلومترات. أتابع أول الأسماء، أتابع سراب على صدارة الشوط، السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي على مقدمة الأسماء وعلى صدارة الشوط. ولكن من الجانب الآخر في هذه اللحظات أتابع الياقوت في هذه الأثناء، جمع بن محمد بن خلفان المزروعي يقدم لنا الياقوت في هذه اللحظات على صدارة الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثاني يتابع انطلاقة سراب على المركز الثاني في هذه اللحظات، السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي ينطلق مقدما لنا سراب على المركز الثاني. وثالثا أتابع المنتصر في هذه اللحظات، من ينطلق في هذه الأثناء على ثالث المراكز لينتصر في هذا الشوط ويبحث عن الانتصار، أحمد بن حسن العديني مقدما لنا المنتصر على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع جبر على المركز الرابع، عبيد بن محمد بن حمد بن مطوع بضحي الاكتبي ينطلق مع جبر على المركز الرابع. وخامسا أتابع انطلاقة شعار متعب في هذه اللحظات، سعيد المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي يقدم لنا متعب على المركز الخامس. وسادسا أتابع في هذه الأثناء المنطلق في هذه اللحظات ملفت، حمد بن عويضة بن سهيل الخيالي ينطلق مع ملفت في هذه الأثناء. وعلى خامس هنا وسادس المراكز، سابع التحديات أتابع، وسابع المراكز الحاصل سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري ينطلق الحاصل على المركز السابع. وثامنا أتابع الهمال شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي ينطلق مع الهمال على المركز السابع هنا والثامن. نعم، والتاسع أتابع في هذه اللحظات انطلاقة ووصول شاهين حمد بن سيف بن لاحج الهاجري ينطلق مع شاهين على تاسع المراكز. وعاشرا هنا شعار المشغوني، نعم ينطلق مع النادر سيف بن معرض بن سيف المشغوني على عاشر المراكز. إذن هذا هو النداء الأول. أيها المتابعون، أيها المستمعون الأفاضل الكرام، ليعود من جديد إلى قائمة الأسماء المتواجدة على صدارة شوطنا هذا الشوط الحادي عشر للزمول المحليات الأصايل، لأتابع هذه الأسماء وأتابع الشعارات ومقدمة الشوط مع الياقوت. الياقوت على صدارة الأسماء، جمع بن محمد بن خلفان المزروعي متصدرا متمسكا بزمام الأمور. المركز الثاني يتابع سراب على المركز الثاني، السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي هنا يقدم لنا سراب في هذا الشوط. أيضا من يراقب تحركات هنالك الياقوت على الصدارة. ثالثا نتابع جبر عبيد بن حمد بن مطوع الضحي الاكتبي ينطلق مع جبر على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات، أيضا متواصلا ومنطلقا بهذا الأداء المميز. رابعا نتابع انطلاقة المنتصر على المركز الرابع هنا بشعار العديني، أحمد بن حسن العديني يقدم لنا المنتصر هنا على المركز الرابع. وخامسا وصول متعب في هذه اللحظات،
سعيد المر بن سعيد بن حلوى الاكتمي اتواصل مع متعب على المركز الخامس. وسادسا نتابع شاهين بشعار الهاجري حمد بن سيف بن لاحج الهاجري مع شاهين على المركز السادس. ومن الجانب الآخر هنالك الحاصل بشعار بن طفلة يندفع في هذه اللحظات، سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري ينطلق مع الحاصل، يتسلل إلى سادس الأسماء. ثامنا نتابع في هذه اللحظات الهمال على المركز الثامن، شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. وتاسعا تحرك شعار بن الضعيف حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاكتمي، يقدم لنا وبران يتسلل في هذه اللحظات ينتقل إلى الصفوف الأمامية. وختام هذا النداء مع النادر هنا في هذه اللحظات، سيف بن معضد بن سيف المشغولي من يقدم لنا النادر في هذا الشوط بإبداعات هذا الشعار اليوم. ولكن أيضا أيها المتابعون هذا هو النداء الثاني، أذعته على مسامعكم الكريمة ليعود من جديد إلى مقدمة الشوط. الياقوت على الصدارة، الياقوت على المقدمة، يقدم المستوى الكبير، يقدم الأداء المميز، يتمسك بصدارة هذا الشوط. وعلى مقدمة هذه الأسماء التسعة عشر المشاركة في شوطنا هذا، جمعة بن محمد بن خلفان المزروعي ينطلق مع الياقوت على صدارة الشوط. المركز الثاني سراب على المركز الثاني، شعار السعيدي بسرور بن سعيد الاكتبي ينطلق مع سراب على المركز الثاني. سراب الصيف على ثاني المراكز. ثالثا نتابع انطلاق الجبر على المركز الثالث، عبيد بن حمد بن مطوع بضحي الاكتبي ينطلق مع جبر على المركز الثالث. ما زال ايضا هو الاخر متواجدا على ثالث المراكز. هنا ايضا رابع المراكز المنتصر، شعار العديني ينطلق احمد بن حسن العديني. الاربعه اسماء لم يطرأ عليها اي تغيير منذ بدايه هذا الشوط، ولكن شعار بن الضعيف حضر هنا في هذه اللحظات ليقلب الموازين مع وبران حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي، تسلل الى رابع المراكز مع وبران في هذه اللحظات. ومتعب ايضا قادم في هذه الاثناء ليتواصل بشعار بن حلوة الاكتبي. سعيد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي ايضا متواجدا منطلقا في هذه اللحظات على المركز الخامس وسادسا. ايضا ما زال متواجد في قائمة النداءات شاهين على المركز السادس، حمد بن سيف اللاحج الهاجري. سابعا الحاصل سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري. وايضا اتابع شعار المزروعي مع الهمال. من الجانب الاخر شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. وختام النداء هنا مع النادر، سيف بن معضد بن سيف المشغوني. هذا هو النداء الثالث والعشرة الأسماء المتواجدة على مقدمة الشوط، ما فيها أي تغيير هنا على الصدارة وعلى الأسماء. ولكن الصدارة، ولكن المقدمة سراب 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 بدأ يتسرب سراب إلى صدارة الشوط، بدأ يتغلغل إلى مقدمة الأسماء سراب على صدارة الشوط. هنا والكادر الوحدة مخصص لسراب هنا مع كاميرات ياس. هنا ينطلق السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتمي من يقدم لنا سراب مع هذا المستوى الكبير، مع هذا الأداء الجميل في شوطنا هذا، شوط الزمول المحليات الأصايل. ولكن بدأت التحركات، بدأت الانطلاقات، وصل شعار جبر ووصل شعار الياقوت. ولكن الياقوت على المركز الثاني، جمع بن محمد بن خلفان المزروعي ينطلق على المركز الثاني.
هنا مع الياقوت، ياقوت ودر ولولو مرجان على المركز الثاني. المركز الثالث جبر، جبر في هذه اللحظات، يا سلام على جبر. عبيد بن حمد بن مطوع بضحي الك تبي ينطلق لجبر خواطر جماهير ومتابعي هذا الشعار. بن حلوة واصل على المركز الرابع مع متحف في هذه اللحظات. والمركز الخامس وصل المنتصر، المنتصر يا سلام، يا هو اسم هذا الاسم، المنتصر واصل مع العديني، احمد بن حسن العديني. هنا تقلصت المسافة، الكيلومتر الاخير الخطير والكبير. سراب على مقدمة الشوط، سراب على صدارة الشوط، الاسماء تحركت، الشعارات انطلقت. جبر على المركز الثاني تسلل إلى الصدارة، لكن المنتصر أصل، المنتصر أصل، وبران أصل، متعب أصل، الهمال يا سلام يا سلام. اللحظات الأخيرة، لحظات الفوز، لحظات الناموس، وهنالك انطلاقتي. جبر على المركز الأول، متعب 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 متعب، وصل متعب، وصل متعب على المركز الثاني، والهمال من الجانب الآخر بشعار المزروعي خلفان بن راشد المزروعي ينطلق مع المركز الثاني. لكن جبر، جبر يا جبر، روح يا جبر على مقدمة الشوط، جبر الخواطر. ولكن ولكن وبران 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 ابن الضعيف، ابن الضعيف حمد، ابن الضعيف بن حمد بن غدير الكتبي مع وبران، مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الحرجة. الرقم واحد، الرقم واحد، والمركز رقم واحد. تهانينا تهانينا والناموس لمال وبران حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاكتمي. هذا الفوز، هذا الانتصار، تهانينا والناموس. المركز الثاني جبر على المركز الثاني، وانا بشعار عبيد بن حمد بن مطوع ضحي الاكتمي. وثالثا وصل هنالك الهمال شاهين من خلفان بن راشد المزروعي، ورابعا وصل المنتصر احمد بن حسن العديني، وخامسا وصل متعب سعيد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. إذن تهانينا والناموس على هذا الفوز، على هذا الانتصار، انتصار وبران بناموس هذا الشوط. حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي 13 دقيقة 34 ثانية بدون أن يجزى من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وفوز وبران حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي. إذن تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل جبر على المركز الثاني، من قدم المستوى والأداء الكبير 13 دقيقة 34 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. وكان هنالك مع جبر عبيد بن حمد بن مطوع بضحي الاكتبي. وثالثا وصل الهمال على المركز الثالث، شهير بن خلفان بن راشد المزروعي على المركز الثالث مع الهمال 13 دقيقة 35 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.